أولي. مرحبا جميعا، مساء الخير ومرحب فيكم بالويبنار المسائي المقدم من شركة وينزور. معكم رياض، اليوم الثامن من شهر خمسة، الساعة تقريبا الخامسة وعشر دقائق تقريبا. وطبعا بداية بالنسبة للأخبار الاقتصادية لليوم، إذا نظرنا على جدول البيانات الاقتصادية، في باقي عندنا على الساعة 3:30 تقريبا بعد 20 دقيقة مخزون النفط الأمريكي. التوقعات عند 2,100,000 برميل، زيادة من أصل الأسبوع الماضي كان هناك زيادة ب 6,700,000 برميل. أكيد طبعا الأخبار بعد نص ساعة راح تأثر بشكل كبير على أسعار النفط. ولكن بداية على التحليل وبداية ننظر على اليورو مقابل الدولار، كنا نتحدث صباحا أنه اليورو تقريبا يتراوح ضمن نمط مثلث مثل ما احنا شايفين، وتحدثنا اذا اخترق ادنى اسعار وصل اليها فترة البارحة 30 70 من الاسفل ممكن تعطيه حركة انخفاض، واختراقه لمنطقة 31 25 راح تعطيه حركة صعود. لاحظنا طبعا اختراقه الى الاعلى فوق منطقة 31 وربع تقريبا، وحتى الان وصل الى مناطق قريبة من 131 تقريبا سبعينات 77، والأغلب مثل ما احنا شايفين إكمال الاتجاه الصعودي إلى المنطقة العليا من خط الاتجاه الجانبي عند 132 30. فينا طبعا طريقة أخرى ممكن نقارن فيها الصعود الذي حصل قبل بضع أيام مع الحركة التي ابتدأ منها الصعود البارحة بهذا الشكل، القناة الجانبية، وملاحظ انه قمة القناة قريبة من 32 وهي ايضا قريبة من القمة السابقة. يعني بشكل عام توقعات بارتفاعه الى مناطق قريبة من 32 وربع تقريبا. ملاحظ المؤشرات ما زالت تدعم حركة الصعود، وبالتالي مثل ما حكينا توقعات اكمال الاتجاه الصعودي. راح نبحث عن نقاط دعم لبقاء السوق ضمن اتجاه صعودي، وفي حال اخترقها راح يحصل انعكاس. في عندنا نقطة قريبة من القمة السابقة عند 31 47، ونقطة أخرى عند 31 20، وتعد 31 20 من أهم النقاط على اليورو مقابل الدولار التي ستبقينا ضمن اتجاه صعودي مثل ما احنا شايفين بهذا الشكل. بالنسبة لي عملة أخرى الاسترليني مقابل الدولار، بنلاحظ الاسترليني مقابل الدولار بداية أيضا مثل اليورو بدأ يتحرك ضمن اتجاه صعودي. لاحظنا الانخفاض الذي نزل إليه البارح منطقة 54 40، تحدثنا أنها نقطة 38% على مؤشر فيبوناتشي من أدنى نقطة إلى أعلى نقطة، وحكينا أنها نقطة جيدة للشراء في حال بقي صامدا فوق منطقة 54. ولاحظنا الصعود حتى الآن وصل إلى مناطق قريبة من القمة التي انخفض منها 55 40، وفي عندنا نقاط دعم بعدها قريبة من 55.5، ولكن القمة التي وصل إليها تعد قمة السابقة التي بدأ منها النزول مثل ما احنا شايفين، فهناك احتمال للتوقف عند المنطقة هاي، وفي حال اخترقها نتوقع يكمل الاتجاه الصعودي إلى مناطق قريبة من 55.5 أو حتى 55.60، وفي حال اخترقها إلى المنطقة العليا والقمم السابقة عند 156. من الأدنى مثل ما احنا شايفين النقطة واضحة على الشارت. في حال قررنا نبحث عن نقاط أقرب، ممكن نبحث عن النقاط التي كان يتراوح عندها اليوم في الصباح والتي بعد ما اخترقها تحرك بشكل قوي إلى الأعلى، وهي مناطق 149 17 أو 149 20 تقريبا، عفوا 154 90 مثل ما احنا شايفين. تعد هاي النقطة مهمة على السليم مقابل الدولار لبقائه ضمن اتجاه صعودي الى الاعلى. ايضا بعد ما يبدا بالحركه التصحيحيه ممكن استعمال مؤشر فيبوناتشي من ادنى الى اعلى نقطه، ولكن طبعا هي سابقه لان اوانها لانه لسه لم يتحدد عندنا الاتجاه الصعودي اذا كان انتهى ولا راح يكمل الاتجاه الصعودي او حتى يبدا بحركه تصحيحيه. الدولار مقابل الين، نلاحظ بعد ما حاول الصعود فوق مناطق 99 أربعينات وهي قيمة من التي ابتدأ الانخفاض منها، ابتدأ يعمل حركة تصحيحية توقفت حتى الآن إلى 98.5.
التوقعات انه يكمل الحركة الصحية الى ال 98 30 تقريبا، وتعد اهم نقاط دعم على الدولار مقابل الين، ومنها نتوقع عودة للصعود مرة اخرى، وفي حال اخترق المناطقين نتوقع انخفاض جديد الى القاعان السابقة عند 97.4 وعند منطقة ال 95 ثمانينات اللي احنا شايفينها على الشارت كانت قاعان سابقة. المؤشرات طبعا تدعم حركة الانخفاض، فقط الـ MACD ما زال فوق الصفر ولكن يتراوح تحت المتوسط، وبالتالي بعد ما ينخفض تحت الصفر راح يأكد لنا حركة النزولية، وأكيد راح يكون بالفعل اخترق نقطة الدعم الأولى عند 98.30. الدولار مقابل السويسري أيضا بنلاحظ على تشارت الساعة أنه كان يتحرك بشكل صعودي، بدأ بحركة تصحيحية توقفت قريب ال 93.46، كنا نتحدث عن نقاط دعم قريبة من ال 93.37، وهل يا ترى أدنى أسعار التي وصل إليها حتى الآن هي نقاط على فيبوناتشي؟ بنلاحظ 50% تقع عند 41 تقريبا، تبعد 3 نقاط عن النقطة التي وصل إليها، وبشكل عام نقطة لا بأس بها لنكمل الاتجاه الصعودي. وفي حال انخفض تحت 93.37 توقعات مثل ما احنا شايفين انخفاض إلى الأسفل وإكمال الاتجاه النزولي. المؤشرات ابتدأت تعطي قراءات نزولية على تشارت الساعة، ولكن ما زالت على تشارت ال4 ساعات بانتظار الـ MACD ينخفض تحت الصفر بعد ما يكون السويس انخفض بالفعل تحت منطقة ال40 ال 93 40 حتى يكمل بانعكاس إلى الأسفل. بالنسبة للذهب بنلاحظ الذهب أيضا اليوم بعد ما حاول الانخفاض تحت مناطق الأربعينات فشل باختراق منطقة ال38 القاع السابق، وصعد إلى الأعلى عند أول نقطة دعم تحدثنا عنها منطقة ال60، ثم انخفض منها إلى ال50، وعاود مرة أخرى اخترق مناطق ال60 ومناطق ال65، وتوقف حتى الآن عند مناطق قريبة من ال70، وهي مثل ما احنا شايفين قيعان أو قمم سابقة كان يرتفع عندها لما كان يتحرك بحالة نزولية سابقة. بشكل عام ال70 ليست قوية، هناك احتمال لوصول حركات تصحيحية قد تصل إلى 58، تعد نقطة دعم لا بأس بها، والتي في الأصل كانت نقطة مقاومة اللي هي 59 أو 60. وفي حال صعد فوق 70 هناك احتمالات لإكمال الاتجاه السعودي مرة أخرى إلى مناطق قريبة من 80، في حال فشل التوقعات انخفاضه إلى 59، ومن ثم بعد اختراق 59 انخفاض كبير إلى الأسفل عند مناطق ال 38 القيعان السابقة. نهاية اليوم بالنسبة للنفط الأمريكي، لحظة أشوف لك النفط الأمريكي مثل ما احنا شايفين حتى الآن قبل الأخبار ابتدأ باختراق مناطق ال 96 وربع، بالفعل اخترقها، حتى الآن الاتجاه صعودي إلى الأعلى، ولكن ننتبه من الأخبار التي ستصدر تقريبا بعد 10 دقائق، وفي حال طبعا فترة الأخبار لا نعرف إذا سيكون هناك خلينا نحكي ضربة قوية إلى النفط سواء باتجاه صعود أو نزول، ولكن بالنسبة لنقاط الدعم ممكن استعمال نقطة قريبة من الأسعار الحالية وهي القمم التي وصل إليها اليوم في فترة الصباح والتي اخترقها بقى قبل قليل، وهي مناطق ال 95 90 تعد أول نقاط دعم مهمة على النفط، وفي حال بقي صامت فوقها توقعات بأنه يكمل بالضمن الاتجاه السعودي ليصعد إلى 97 40 ثم ال 98 60 وهي القمم السابقة التي انخفض منها. إذا رحنا على تشارت ال4 ساعات بنلاحظها واضحة على تشارت منطقة ال 97 40 أعلى أسعار من بداية شهر 4، ومنطقة 98.60 أعلى أسعار من منتصف شهر 2، وطبعا هاي الأهداف مثل ما حكينا وتحدثنا عنها. طبعا كان هذا التحليل مقدم من شركة وينزر، نشكركم على المتابعة ونتمنى لكم تجارة موفقة. مع السلامة.